ليل واخره شايف بتوع الطنس، مش المشرحه والفورمالين، طنس 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 مؤاخذة، كنت فاكرك بنت خالتي. مع السلامة بقى. السلام عليكم. اديتني ميعاد واتقلت. يا سلام. ما تنسيش اللي قلت لك عليه. حاضر. هاي هناء، ازاي؟ اهلا يا سميحة. قلتليش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك، مش عارف اقول لك ايه. لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلت بطلت الحكايه. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين، قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب، وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه، إذا كان في شقة فاضية قدام بيتك.
مستعد اعزل. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. وانت كمان هتجيب روسك كل سنه. كل سنة وانت طيبة يا هناء. وانت طيبة. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكرة الساعة 11 قدام نادي الجزيرة. أنا متشكر أوي يا هناء. أكيد اللي عملتيه ليلى دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكاية كلها ما كلفتناش غير كلمتين وطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعًا يا حبيبتي. أنا عارفك نبيهة وواقفة جنب جوزك بذكاء، من غير ما تعملي أي حاجة غلط. تصبح على خير. وأنتِ من أهله. ما كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. إيه؟ ما بتحبيش جوزك؟ ما أخبيش عليك. اتجوزتي ليه؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيره وبابا ماهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيده ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيده معاه؟ في واحده بتتجوز مش عايزه تبقى سعيده. أقدر أعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي أنت عامل إيه؟ بتحب دراستك؟ طبعًا. هتطلع دكتور إيه؟ باطني. أصحابك مين؟ صحبتك مين؟ أصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكلية أصحابي. يعني ما بتفضلش واحدة منهم عن التانية؟ عايزاني أقول لك إيه؟ إن في واحدة بفكر فيها لدرجة إنها تشغلني عن دراستي؟ أحمد عاوز اسألك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سألت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديدة. قلت الأيام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده؟ ده عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل واكلمها ببساطة تحكي لي واحكي لها. ببساطة؟ كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. انا كنت في المشرحه. انا بيضت لك محاضره وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضره الثانيه. والله خساره فيك. هي قاعده تبيض لك في المحاضرات وانت عمال تلعب في المشرحه. دي مش خيانه، ممكن تسميها معايشه ذكريات. معايشه ايه؟ قالتها فين دي؟ في امراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. أم
مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني، هو لازم احضر؟ بقى ده كلام، حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه، معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه، المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اساوي حاجه؟ يلا يا حبيبي يلا، ده يومنا النهارده. استكمال فجر ده كان زميلي في الكليه وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشيه كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم؟ على رايك. صحتك. ويعملوا لك حفلة زي دي. ما أظنش.